أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم.